ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. كشفت مندوبية وزارة الصحة بمدينة برشيد اليوم الثلاثاء عن تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تم اكتشافها بين عمال مصنع للكابلاج يعمل به المئات من العمال. وأكدت مصادر إعلامية أن السلطات الصحية كانت قد استنفرت طواقمها لاستخلاص عينات لنحو 680 عاملا من عمال المصنع لنقلها قصد إجراء التحاليل المخبرية، حيث تم التوصل إلى حدود الساعة بنتائج 140 حالة استبعدت منها 107 حالات، فيما جاءت النتائج إيجابية ل 33 حالة أخرى. ويقطن العمال المصابون بعدد من مدن الجهة، حيث كشفت مندوبية الوزارة أن الحالات المؤكدة إصابتها حتى الآن توزعت بين 19 حالة من برشيد و11 من سطات وحالتين من الدار البيضاء وحالة واحدة من الدروة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.